السلام عليكم مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقاتنا من مطبخ شيف احمد. اليوم رح نعمل وصفة البيدي التركي، اكيد مش البيتزا، البيدي. هيدي الوصفة بتجي عجينة مطاولة وبتنحشى بحشوات مختلفة، منها اللحمة، منها الجبنة، منها البسطرمة، منها اشياء معينة. انا اليوم رح اعمل نفس الشكل، الحشوة رح تكون على ذوقي ان كانت باللحمة والجبنة. تابعوا معي هيدي الوصفة الطيبة. عندي هون طحين رح ضيف فوقه ملح، حركن شوي، ضيف السكر، خميرة جافة فورية، بيكنج باودر. المقادير والوصفة بالكامل أسفل الفيديو رح تكون. زيت نباتي، ماء فاتر. نحرك هيدي المكونات أولا. عند العجينة صارت جاهزة بالقطعها لقسمين بهيدا الشكل. دور كل قسم لحاله شوية طحين من تحت ومن فوق. بغطيهم وبتركهم ليخمروا عندي بحرارة الغرفة وبنرجع لكم. لخلطة اللحمة عندي بوعاء بضيف اللحم. عندي هون مكونات، عندي فليفلة حلوة مقطعة، فلفل أخضر حار، عندي أيضا بصل مفروم بهذا الشكل، وأيضا بقدونس مفروم بهذا الشكل. عندي هون بندورة مفرومة ناعمة، رشة رمفل، رشة فلفل أسود، ملح. هلا بدنا ندعك هيدي المكونات ببعضها بهذا الشكل بشكل جيد. هلا عندي اللحمة صارت جاهزة. هلا مشاهدينا، بالنسبة للحمة انا دعكتها على البارد نية، ما طبختها. في ناس بتطبخها بالمقلاية بترجع بتحطها. هلا بتختلف الوصفات عن بعضها، بس في وصفة هيك وفي وصفة هيك. هلا خلونا ننتقل لهيدي الوصفة الطيبة. لحشوة الجبنة عندي جبن موتزاريلا مفروم، جبنة فتة، بقدونس ناعم، حبة البركة أو الحبة السوداء. ندعك هيدي المكونات جيدا ببعضها. هلا عندي هيدي العجينة من بعد 35 دقيقة خمرت، رح باشر برقة بهيدا الشكل، رح رقها بشكل مطاول. هلا من بعد ما رقيت عندي العجينه مثل ما شايفين، رح ادهنها بشويه زبده، وايضا هلا رح بلش باضافه اللحمه ووزعها عليها بشكل متساوي. هلا بدي اطوي هيدا العجينه بهيدا الشكل. ندهنهم بالزبدة ليعطوا لون. هلا منطلعهم من الفرن. قبل ما تستوي اللحمة شوي، عندي بيضة بدي ضيفها، هيدي حسب الرغبة، بس طيبة مع بيض. ارجع دخلها على الفرن لتستوي عندي بالكامل.
ولا اروع من هيك الجبنه مشاهدينا. الحشوه رائعه، عجينه ممتازه جدا. مشاهدينا الاعزاء، عن جد كانت سخنه كثير بس رائعه جدا، ولا اروع من هيك اللحمه، طعمه الحر، طعمه التوابل، العجينه كلها 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 ممتازه. عن جد جربوها، بنصحكم تجربوها. والى اللقاء، الى حلقات مميزه ومقبله من مطبخ شيف احمد، واعطونا تعليقاتكم بالاسفل مثل ما انا الوصفه دائما اسفل الفيديو. الى اللقاء.